السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكرموا الفقراء ولا تذلوهم. الإنسان لابد أنه يحرص على إيصال الخير للفقراء واليتامى والأرامل والمساكين دون أن يسبب لهم حرجا أو ذلا أو فضيحة. بكل أسف بعض القنوات الدينية، وبكل أسف بقولها بكل أسف من قلبي، لما بيعوزوا إن هم يكرموا حد من الفقراء لابد أن يأتي بالفقير ويخيره: هتاخد فلوس بس هنصورك، أو مفيش فلوس. طب ده كلام؟ ده كلام يا جماعة؟ فبيضطر هذا الفقير أو الإنسان المسكين ده بيضطر إن هو يعني ياخد الفلوس ويعطيها عشان أولاده يأكلوا ويعيشوا، وإن هو يصور نفسه ويفضح نفسه أمام الناس جميعا. ما كان هذا حال سلفنا الصالح رحمهم الله رحمة واسعة. كان مورخ العجلي رحمه الله رحمة واسعة يأتي بالسرة من المال ويذهب إلى الأسر الفقيرة فيعطيهم السرة على أنها أمانة، يقول: أمسكوا لي هذه عندكم عشان ما يسبب لهمش أي حرج ولا أي شيء من الخجل ولا الإحراج أبدا. بيقول لهم: المال ده أمانة عندكم. فإذا مشي بعض الخطوات يقول لهم: إذا أردتم أن تنفقوها واحتجتم إلى المال الذي بداخلها فأنفقوها فأنا مسامح فيها. يا سلام، يعني هو عايز يقول لهم الفلوس دي ليكم، بس هو مكسوف يقول لهم كده لحسن يرفضوا، فبيقول لهم دي أمانة عندكم. وهو ماشي كده يعني مشي 10 خطوات 20 خطوة يقول لهم: على فكرة إذا أردتم أن تنفقوها أو إذا احتجتم إليها فأنفقوها. يا سلام، فياخدوها فينفقوها إذا احتاجوا إليها لأنه سمح لهم بذلك. وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة واسعة كان إذا ذهب إلى أسرة فقيرة كان يدس لهم المال في الفراش دون أن يدروا، حتى لا يسبب لهم حرجا. يروح يزورهم، يسلم عليهم، يذكرهم بالله، ومثلا رجل دخل يعمل له شاي أو يجيب له مية أو غيره، يروح داسس الفلوس في الفراش. الرجل ما شافش حاجة ومحدش حس بحاجة بالمرة، وفي نفس الوقت وصل المال لهذه الأسرة الفقيرة. كانت أمي الله يرحمها رحمة واسعة إذا أرادت أن تعطي إنسانة فقيرة مالا كانت تعطيها المال هكذا، كانت تخلي إيديها هي السفلى وتخلي الفقيرة تاخد المال وهي إيديها إيه؟ العليا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. فأمي كانت بتجعل الفقيرة إيديها هي العليا. ليه؟ علشان لا تسبب لها حرجا، وكأن الفقيرة اللي تأخذ مال من أمي كأنها هي اللي كانت بتكرم أمي، وده من باب يعني حفظ ماء الوجه لهذا الفقير. فعشان كده بقول: أكرموا الفقراء ولا تذلهم. أسأل الله عز وجل أن يوسع على كل فقراء المسلمين، وأن يرزقكم جميعا المال الحلال، وأن يسد ديونكم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان